يلعبها في المساحة في الوقت المناسب، يتدخل، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. فولاند، يا إلهي، قادم يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. إنييستا، كرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصته، تسديدة في اتجاه المرمى، وكرة في اتجاه المرمى، جول. مرت الكرة بشكل جميل، يلعب كرة بينية، فان باستن لعبة في ودية لكن لم يترجمها إلى هدف. يستقبل كرة في وضعية ممتازة، مرت الكرة، محمد صلاح، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يوان كرويف يلعب كرة على اليسار، فان باستن، كرة لا تصد ولا ترد، باتريك فييرا، مانشستر يونايتد لم يعرف شكل حارس مرمى الخصم في هذه المباراة. يوان كرويف، يا إلهي، هدف لما هالاند، عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة لكنه في الأخير فشل في التسجيل. يوان كرويف، فورلان، وصلت إليه.